زيادة سعرية جديدة تفرضها الحكومة على بيع المشتقات النفطية في عدد من المحافظات المحررة، قرار جديد لشركة النفط أتى في الوقت الذي لم يعد فيه المواطنون قادرين على تحمل تبعات انعدام المشتقات بجزء كبير منهم إلى المبيت لأيام أمام المحطات انتظارا للحصول على شيء يسير من الغاز أو البنزين. المدير العام التنفيذي لشركة النفط برر ارتفاع الأسعار بتوحيد سعر المشتقات ومحاربة السوق السوداء التي أنتجت أزمات عديدة في السوق المحلية وأدت إلى تهريب الوقود والمتاجرة به بشكل لم يحدث من قبل. محافظ مأرب سلطان العرادة أرسل مذكرة إلى المسؤولين في شركة النفط اقترح فيها تأجيل تنفيذ التوجيهات الخاصة بتعديل أسعار المشتقات النفطية، كما اقترح وضع آلية دقيقة للحد من خلق سوق سوداء وتقييم دراسة شاملة للإشكالية بما يحقق المصلحة العامة. الهدف من زيادة أسعار المشتقات النفطية بحسب مصادر حكومية تأتي لزيادة الإيرادات العامة ورفض الاقتصاد ومحاربة السوق السوداء، لكن محللين اقتصاديين قالوا إن من الأولى على الحكومة إقناع التحالف العربي والشركات الاستثمارية بالسماح بتصدير الغاز، خصوصاً وأن اليمن يخسر 700 مليون دولار سنوياً نتيجة توقف صادرات الغاز منذ بداية الحرب. شركة النفط وفي تعميم أرسلته إلى فروعها بشبوة وحضرموت طالبت باعتماد الأسعار الجديدة وتطبيق المصفوفة السعرية الخاصة بالصناديق والضرائب والعمولات وأجور النقل. الزيادة السعرية لم تفرض حديثاً على المناطق المحررة فحسب، فقد زاد سعر الغاز نتيجة فرض ميليشيا الحوثي في وقت سابق رسوماً مضاعفة وغير قانونية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وضع مأساوي يعيشه المواطن اليمني إذن، وغموض وخوف من أزمات لم يعد من الإمكان حصرها، وأمام كل ذلك تتقلص فرص الحياة وتظل المعاناة الاجتماعية ثابتة في كل المراحل.